السلام عليكم. اليوم غنحاولوا نتكلموا على الآلات الرقمية خاصة المتعلقة بالخرط. طبيعة الخرط ديال الخشب هو كيعتمد على انه نديروا واحد الزخرفة في القطع ديال الخشب كيف كتشوفوا قدامكم الان. هذه آلة ديال الخرط اللي هي آلة رقمية. اول شيء خدينا واحد القطعة خشبية سيكسيون كاري، درنا لها ما كتسمى لوتوراج بالبلون، وعاد من بعد كناخذوا الشكل اللي بغينا الان بشكل متدرج، كويرات او خروطيات صغيرة بشكل هو متدرج. هاد الآلة بيان سور كيتحكم فيها جهاز ديال حاسوب رقمي. بطبيعة الحال كنشوفوا الطريقة الان قدامنا. اول عملية هي عملية انه كنحولوا القطعة الخشبية من جزء اللي هو كاري او الجزء اللي هو مربع بيان سور الى شكل هو شكل دائري. بعملية بالنسبة للخرط العادي كنديروا بالبلون، من بعد عاد كنمشيو ببعض الادوات الاخرى. فيما يخص بالنسبة للأدوات الرقم الآلات الرقمية بيان سور كنستعملو انسور سيزو واحد، علاش؟ لأنه كتعتمد على أنه عملية ديال الصعود والنزول تقريبا هي اللي كتكون المحدد ديال هاد العملية ديال الخرط. لاحظوا الدقة ديال الخرط. طبيعة الحال هاد الآلات كتوفر لنا سبل السلامة والوقاية، حيت كنعرفو بأن الآلات العادية، لاحظ بأنه هي القطعة الخشبية كانت بشكل كاري. الان لاحظ بانه هادوك لي سيزو او هادوك الاسنان كتمر باش كتشكل، كتدخل صعودا وهبوطا ومن بعد كتنزل واحد. لاحظ الطريقه كيفاش كدير سي بنوماتيك، يعني بلا كومبريسيون بيان سور، ولاحظتوا العمليه كيفاش كانت عمليه النقش. بطبيعه الحال الشكل او الزخرفه كتكون ديجا هي مسجله في الحاسوب بشكل نيميريك سواء بسيستم بينا تحويل المعطيات اللي تحول رقم. لاحظ عاود العمليه هنا سيكسيون كاري، وكتم هنايا تشكيل على حساب ديك الزخرفه اللي بغينا حنايا. من بعد كتجي الانهاء بهذيك القطعه اللي كتشوف الفوق كتول، كتنهي فقط انهاء اللي هو انهاء دقيق. بطبيعة الحال هاد الطريقه كتعطينا واحد الدقه عاليه وعاليه جدا، ونسبه الانتاج كتكون انتاج مرتفع. هذا عملية ديال الفوتوكوبياج، فوتوكوبياج او العملية ديال النسخ. لاحظ بانه عندنا لتحت بحال واحد الشكل ديال الرابوتوز، او بيان سور كتجر واحد المحور فيه اسنان حادة، فيه سكاكين حادة، وكتدور وكتتم عملية النجر ديال هاد القطع الخشبية باش تكون بشكل متعرج. لاحظوا بانهم كيهتزوا في نفس اللحظة وكينزلوا في نفس اللحظة، ولتحت كتتم العملية ديال النشر. لاحظ بأنه كلهم خداو نفس الشكل، بحال العملية ديال الفوتوكوبياج أو العملية نسخ القطع الخشبية باش تكون متماثلة بشكل دقيق ودقيق جدا، شيء يفوق حتى الدقة ديال اليد. الآن لاحظوا عملية الخرط دائما بالخرط بالآلات لآلات رقمية. عملية البلون، عملية التسوية، تم التسوية ديالها، والدخول والخروج ديال هاد السيزو لهاد الأدوات اللي كتم بها عملية الخرط. بيان سور كيف ليكم كتحدد على حساب معطيات اللي معطيات رقمية اللي كتحول. لاحظ بأنه الرجل الآن هي إلي فيني، هذه رجل بطبيعة الحال. لاحظ بأنه دائما السيكسيون كيكون كاري، ومن بعد عاد كتم عملية البلون التسوية بهاد البلون باش كتكسر دوك الحروف ولا ديك الزوايا القائمة. من بعد عاد كتتم عملية الزخرفة بالطريقة اللي بغينا او الشكل اللي بغينا. سلفا بيان سور في الخرط اليدوي انت كتكون عينك ميزان، بيان سور كيكون هناك اشكال الشخص الحرفي يكون حافظها، ولكن في الآلة كتكون مبرمجة بيان سور، مبرمجة على مجموعة ديال الزخارف اللي كتكون مسبقا تبرمجتها في الحاسوب. غير هو الاختلاف يقدر يكون بانه بالدقه، السرعه في الانجاز، وبيان سور المردوديه العاليه والعاليه جدا، وبيان سور طرق السلامه والوقايه اللي كتكون اكثر سلام. لاحظ بانه انا شوف الزواقي كتكون طبعا الحال هذه في النهايه كيديروا هذا المورتيسر كتعطينا هاد الزخرفه بهاد الشكل. اذا الخرط عمليه مهمه جدا وحنا شفناها بالشكل ديالها الرقمي. شكرا لانتباهكم والى حلقه مقبله.